هذا وقد اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمقر البرلمان الأوروبي مع أعضاء مجموعة أصدقاء البحرين بالبرلمان الأوروبي، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى بروكسل. قد أعرب سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع عن اعتزازه البالغ بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، مؤكدا حرص المملكة على زيادة التواصل والتنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به مجموعة أصدقاء البحرين بالبرلمان الأوروبي وبالمواقف المشرفة للمجموعة تجاه مملكة البحرين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. من جانبهم، أكد أعضاء مجموعة أصدقاء البحرين بالبرلمان الأوروبي تطلعهم الدائم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، مؤكدين على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال، مما يدعم السلام والاستقرار في المنطقة، متمنين لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار. تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجال البرلماني والقضايا ذات الاهتمام المشترك.